نبدا معكم انايا ادريس وحسين، خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه والتنشيط الثقافي، ممثل مسرحي واستاذ ايضا ديال المسرح. معكم محمد بوعطار، طالب. بصراحه الحمد لله عودنا رجعنا للروك، عودنا رجعنا للمسرح. اي بلاصه كنخدم فيها دابا فيكسي جديد، ولكن تخيل راسي بحال شي شجره. اوكي ماشي بالضروره تكون كبار. غتجي لهنايا غير خصك توصل لينا كل صراحه. هذا الفيروس هذا ديال كورونا كان حال دون اننا نكملوا الورشات ديالنا ديال الموسم اللي مضى، ولهذا زعما حاليا حنايا مع التخفيف ديال الحجر الصحي الان رجعنا للانشطه ديالنا بشكل تدريجي مع الحفاظ زعما على المسافات الامان وكاع زعما الامور اللي كتخلينا اننا من كما كنقولوا ما ندموش في الاخر على حياتنا، حيت حياتنا اهم من اي شيء. دونك بتنظيم من المديريه الجهويه ديال الثقافه كانت هذا الافتتاح ديال هذا الموسم هذا، واللي فيه مجموعه من الورشات من ضمن فيها ديال الدماغ شي شويه. اور غادي غنقول شي لون استفدنا مع دريس وحسين بزاف ديال الحوايج في المركب الثقافي اللي ما كناش عارفينهم على المسرح، واللي فادونا حتى في الحياه ديالنا ابار المسرح. وهاد الفتره ديال الكونفينمون اللي انقطعنا منا على المسرح جاتنا شويه قاصحه، حيت ملي رجعنا بزاف الحوايج كانوا ناقصيننا، يلاه دابا خصنا نعاودوهم من الاول. هاد الصباح عاوتاني استأنفنا الخدمه ديالنا وكملنا زعما الورشه، كانت عباره عن تمارين اللي عندها واحد الطابع اللي هو ترفيهي، وفي نفس الوقت كتخدم التركيز ديال المستفيدين. وبصراحه كان واحد التجاوب كبير، وكان واحد الريتم زاد طلع اكثر بارابور زعما البارح، لان الدراري صافي بحال نقولوا انسجموا مع التمارين اكثر، وكانوا باغيين كيزيدوا يفيقوا عندهم دوك الملكات ديال التركيز وديال زعما ديال الحركه، وكيفاش كيفيقوا الجسد ديالهم، كيفاش كيتعاملوا مع الفضاء ومع الزملاء ديالهم يعني في وسط الفضاء. من بعد دزنا للتمارين اللي عندها علاقه بالارتجال. كنشكر اي واحد فكر انه يدير هاد الورشه هذه انها تنظم. كنشكر المديريه الجهويه للثقافه جهه فاس مكناس، كنشكر الاداره ديال المركز الثقافي ديال الحاجب على راسهم السي يوسف العرقوبي.